في تاريخ سينما الجريمة الأمريكية تحديداً، يجاهر زعيم المافيا أو المختل عقلياً بنيته قتل خصم أو منافس في تحد للقانون والمجتمع. فبماذا يختلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المافيا حين يقول في معرض شرحه للخلاف بينه وبين وزير الدفاع حينها جيمس ماتيس حول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد؟ كنت أفضل قتله، لقد جهزت للأمر تماماً. هذا رئيس أمريكي ينادي وزير دفاعه ويقول له بحسب كتاب بوب وودورد أريد قتل الأسد، مشهد لا مثيل له في تاريخ النزاعات بين الدول ولا في خيال عتاة ديكتاتوري العالم. الواقع أن النية الجرمية لترامب ليست أمرا طارئا على سلوكه ومن قبله أسلافه. التاريخ الحديث يسخر بعمليات اغتيال وانقلابات دموية خطط لها الأمريكي، آخرها محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بطائرة مسيرة مفخخة، واغتيال متعمد وسافر للفريق قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس في العراق، وسط تباه بتنفيذ شرعة الغاب وقانون السيد الأمريكي. أكثر من ذلك، يشرع رئيس الولايات المتحدة القتل وسفك الدماء لحلفائه كولي العهد السعودي في اغتيال وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي، وتغطية قادة التحالف السعودي في حرب الإبادة على اليمن، ويتباهى بدعم وتسليح حلفائه في انقلاباتهم على الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية. في المحصلة، تقدم نية ترامب اغتيال الرئيس الأسد ومحاولته تصفية مادورو معطوفة على اغتيال سليماني والمهندس مضبطة جرمية يمكن البناء عليها لمحاكمته وفقا للقانون الدولي، وتستدعي تحركا للمنظمات الدولية تجاه هذه البلطجة الخطرة والعلنية وما تجره من حروب وقلاقل في العالم. وكما قالت الخارجية السورية، فإن الإدارة الأمريكية مارقة وخارجة عن القانون.